عامل ايه يا هاني؟ حبيبي الحمد ايه الاخبار؟ كله نبدا بايه؟ انا النهارده هاني جايب لي شويه عناوين حلوه قوي. هاني عبد الصبور وهاني عصام برضو عناوين عبقريه. بص بقى، هاني عبد الصبور اول عنوان ليه: رب ضاره نافعه ان الكره السعوديه بالمبالغ دي فرصه للكره المصريه. ازاي ده انا شايفها العكس. لا انا اقول لك بقى ازاي وجهه نظري. ان احنا دلوقتي عندنا مشاكل في الكره المصريه، ان اللاعب اللي بيتالق في الاهلي او في الزمالك بنفضل طول الوقت ماسكين في اللاعب ده، نفضل نرفع له عقده. اخرها مثلا زيزو كان في الزمالك جاله عروض فاضطرينا ندفع له مبالغ كبيره جدا جدا جدا. صح. في الوقت الحالي الانديه المصريه مش هتقدر تضاهي الانديه السعوديه في المبالغ اللي بتدفع. فده فرصه كبيره لينا ان احنا يبقى عندنا جيل تاني وجيل تالت من اللعيبه. اللاعب اللي يجي له عقد كبير جدا يا مرحب يطلع على الكره السعوديه يحترف ويلعب كوره، واقدر اجيب لاعب ناشئ مكانه لما يكون ما عنديش الظروف الماليه او الملاءه الماليه ان انا ادفع ارقام كبيره، هضطر استحمل اللاعب الصغير واضطر اديله خبرات، بالتالي اقدر يبقى عندي عدد كبير جدا من اللعيبه، وبالتالي ارجع ابص على قطاعات الناشئين اللي هتبقى تحت بؤره الضوء. كل سنه انت مطلوب منك في الاهلي وفي الزمالك 5-6 لعيبه يطلعوا عشان يعوضوا اللعيبه اللي هتتالق ويجي لها عروض بارقام كبيره جدا. فبالتالي قطاع الناشئين اللي مش هيشتغل بجد، مش هيشتغل بالطرق العلميه الحديثه ومش هيطلع صفقات هيتكشف بدري. مش هتلاقي مدير قطاع ناشئين قاعد في مكانه 20 سنه وتتفرج على انتاجه 2-3 لعيبه. ده دليل. شوف عبد المنعم كان لاعب في الناشئ في النادي الاهلي، راح اعاره، مين جابه واداله الثقه؟ كيروش. لما اداله الثقه بقى عبد المنعم واحد من افضل المدافعين. حد صدق عبد المنعم عنده 24 سنه؟ انا مش قادر استنى لحد ما تخلص عشان عايز ابدي اعجابي بالفكره. يعني حبيبي، يعني الفكره اصلا حلوه حلاوه. انا من الناس اللي كنت شايف ان في ضرر كبير على المسابقه وعلى اللاعبين المصريين، انه الانديه في مصر مش هتقدر تجاري الارقام الغريبه او الكبيره او الضخمه اللي بتدفع هناك في الدوري السعودي الان. بس انت كمان فتحت افكاري لنقطه كمان ممكن تبقى ايجابيه جدا. احنا دايما نعاني انه اللاعب المصري ما بيخرجش يحترف في اوروبا، وبالتالي ما بيحتاجش احتياجات قويه جدا، فلما بيجي للمنتخب فما بنلاقيش في المباريات الكبيره اللعيبه اللي بتحتاج احتياجات قوي. بس الدوري السعودي دلوقتي مع اللعيبه الاوروبيين الكبار اللي بيلعبوا فيه دلوقتي، لما اللاعب المصري يلعب فيه تدريب هناك برضو دي احتياجات قويه هتفيد المنتخب، ففي الصالح المنتخب المصري، ممكن المنتخب كمان يستفيد، وهتفيد المنتخب من الناحيه الفنيه وهتفيد الدوله. هتخلي الكره يعني على مدار 5 سنين، لو عملنا خطه 5 سنين او 10 سنين هتلاقي ان الكره في مصر بتتحول لمصدر من مصادر الدخل القومي. صح. ان لعيبه كتير بتخرج تحترف، انما انت دلوقتي قاعد قول لي اخر لعيبه اتغيرت. يعني عمرو السولي ديفندر النادي الاهلي بقاله كام سنه؟ صح. هيفضل يلعب لحد ما يعتزل في الاخر. صح. انا بظلم واحد زي مروان عطيه. صح. ممكن اظلم واحد زي كريم نيدفيد مشي واحترف، ممكن اظلم واحد زي مروان عطيه، عمار حمدي. اللعيبه دي كلها ما بتديهاش فرصه عشان عندي بديل افضل منهم. صح. لكن لما البديل ده مش هيبقى متوفر لي هضطر استحمل اللاعب الصغير، وهضطر يبقى عندي انتاجيه كبيره جدا في اللعيبه، زي ما بيحصل في المغرب وزي ما بيحصل في تونس وزي ما بيحصل في الجزائر. ما تلاقيش نجم بيقعد اكتر من 3 سنين. لا ومعلش، يعني ما هو المغرب بتطلع تقريبا كل سنه لاعبين كسر، والمغرب ما زال عندها انديه قويه، الوداد والرجاء وكل الانديه بتنافس. بتتغير وتلاقي اللعيبه بتتغير وتلاقي الاسماء، انت كل سنه تقول ايه ده اللعيب ده جابوه منين؟ اللي طلعت تكتشف ان هم متعاقدين معاه من نادي درجه ثانيه. عندنا لعيبه كتير بقى في الدوري محتاجه تاخد خبرات وتطلع بقى من بره فكره اصل انا في نادي مستني الاهلي ومستني الزمالك. الاحتراف ده هيوصلك ان انت حتى دلوقتي العرض ابو $200,000 بقى مفيد ماديا بالنسبه للعيب. هايل. طيب